انت يا ابني اصحى يا ابني عشان تعرف تناقش المدير في المشروع اللي انا عامله لك اللي انت ما تعرفش عنه حاجه. قلت لك نام بدري عشان تصحى بدري. انت يا ابني اصحى يا عم. ناقش انت يا عم، اقلع النضاره وناقش انت كانك انا. تصدق ان انا غلطان اني شغلتك في الشركه دي؟ ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا. معلش هو تعبان شويه، اصله سهران بقى بيعمل المشروع. لا الف سلامه عليه. انا بشكرك على المجهود العظيم اللي بذلته في المشروع، بس الشركه اختارت مشروع اخوك ورقته هيبقى رئيس القسم. انا منبهر مش عادي. الا اقول لي الفكره دي جات لك ازاي؟ ما تقول له، قول له جات لك ازاي. بيقول لك الفكره الفظيعه دي جات لك ازاي؟ اجتهدت وكافحت وسهرت الليالي وحالي بقى حالي مع طول انشغالي. واضح، الف مبروك. الله يخليك. عشان جبناله بيت كرهنجي جالي سكن له في هوا. يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا، مش ذنبه دق قلبه لحد وطلع دون المستوى. يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا، عشان جبناله بيت كرهنجي جالي سكن له في هوا. يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا، مش ذنبه دق قلبه لحد وطلع دون المستوى. فرفوش ماله بقفوش، الاتنين ما بيتفقوش، ده نصيب فعلا غريب، حكايات بنفس المحتوى. دنيا وماشية عكس عكس، والطيب فيها بيداس، والجاحد متشال عالراس متشال عالراس. دنيا وماشية عكس عكس، والطيب فيها بيداس، والجاحد متشال عالراس متشال عالراس. ملهاش كتالوج ولا مفهومة، اديها ظهرك وارميها وراك، ريح قلبك ماهي محسومة، المكتوب لك هو اللي معاك. مزاجنجي قاعد مبسوط في صلانجي، جه غير له المود كده. ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده، ايه اللي جابه ليه جنابه يطلع منه كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده. مزاجنجي قاعد مبسوط في صلانجي، جه غير له المود كده. ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده، ايه اللي جابه ليه جنابه يطلع منه كل ده. منحوس بقى يدي دروس في الحظ الواحد تاني، والعاقل بقى ملحوس دومنا وقفلت كده. دنيا وماشية عكس عكس، والطيب فيها بيداس، والجاحد متشال عالراس متشال عالراس. دنيا وماشية عكس عكس، والطيب فيها بيداس، والجاحد متشال عالراس متشال عالراس. ملهاش كتالوج ولا مفهومة، اديها ظهرك وارميها وراك، ريح قلبك ماهي محسومة، المكتوب لك هو اللي معاك. والجاحد جاحد جاحد متشال عالراس.
كرهنجي جاله سكن له في هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا مش ذنبه دق قلبه لحد وطلع دون المستوى يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا عشقانجي بناله بيت كرهنجي جاله سكن له في هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا مش ذنبه دق قلبه لحد وطلع دون المستوى يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا فرفوش ماله بقفوش الاتنين ما بيتفقوش ده نصيب فعلا غريب حكايات بنفس المحتوى دنيا وماشية عكس عكس والطيب فيها بيتداس والجاحد متشال عالراس متشال عالراس دنيا وماشية عكس عكس والطيب فيها بيتداس والجاحد متشال عالراس متشال